كيف شعورك وانت شايف فيلم نور اليوم، اول فيلم سعودي موجود في مهرجان كان سينما؟ الحقيقه اول شيء انا جدا جدا فخور، يعني فخور بهذا العمل، فخور بهذا الفيلم، وحقيقه بدون دعم جهات الداعمه مثل هيئه الافلام والعلا والبحر الاحمر كان هذا الشيء لن يحدث، لن يولد هذا الفيلم. انا اول شيء يهمني الجمهور يستمتع ويشوف، ويهمني اسمع راي الناس واشوف how they perceive it، يعني كيف هم بيشوفونه. هو طبعا وجهه نظر الجمهور اهم شيء يعني في العالم. مره متحمسه انه ينزل، لانه متاكده ان شاء الله راح يحبونه، لانه الفيلم يحكي قصه سعوديه، يحكي قصصنا اللي زمان كانوا يعيشوها بالتسعينات، ويحكي كيف الفن كان زمان وكيف صار الان. شعور جميل جدا جدا، لأني أنا قبل سنة تقريبا كرمت في مهرجان ريدسي في البحر الأحمر، الآن أنا في كان، فهذا شيء مذهل، لأنه مو لي أنا، للجميع، لكل فنان سعودي ولكل فنان عربي حاول أن يصل إلى هذه المكانة. فالشعور صعب أني أنا أعطيك وصف عنها الآن، عفوا يعني. طبعا جدا فخورين وجدا سعيدين، هذا حلم لكل سينمائي مو بس بالسعودية، بالعالم، أن الفيلم يكون من القائمة الرسمية للمسابقة للبام دور في كان، وفيلم نورة بالمسابقة الرسمية، فإحنا جدا سعيدين أنه موجود، وهذا شيء واضح أن السينما السعودية قاعد تأدي كل الحواجز ورح توصل للعالمية بشكل أسرع مما توقعنا. وصلت العالمية بالأحرى. سعيدة جدا وفخورة بهذا المستوى اللي قاعدين إحنا يعني نطمح له واللي وصلنا له إلى الآن. إن شاء الله حتشوفوه. Stay tuned.